أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم وحلقة جديدة من برنامجكم بعيدا عن بغداد. كالمعتاد نبدأ بأبرز أخبار المحافظات، البداية من صلاح الدين إذ توفي 3 مواطنين وأصيب رابع أثر سقوط عجلة تقلهم في مشروع الصرف الصحي في حي المعلمين وسط قضاء سامراء. وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن قائم مقام القضاء أمر بإيقاف العمل بالمشروع بعد تسجيل حادثتي وفاة خلال 24 ساعة في مشروع سامراء للصرف الصحي ما استرعه بعد انهيار حفريات خلال العمل به. أكد مدير إعلام دائرة الألغام في وزارة البيئة مصطفى حميد أن محافظة البصرة تعد الأكثر تلوثاً بالألغام المضادة للأفراد على مستوى العالم. وقال حميد إن الدائرة تنتظر موافقة وزارة التخطيط على ميزانية بحدود 400 مليون دولار، وهناك جهود دولية ومنح لدعم دائرة شؤون الألغام، مبينا أن كلفة إزالة اللغم الواحد تقدر ب 300 دولار. في ديالى كشف عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية أحمد الشمري كشف عن فقدان 100 دونم شهريا بسبب التجريف، وقال إن وتيرة التجريف خاصة في المدن الرئيسة للمحافظة ومحيطها لا تزال مرتفعة خاصة مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، محذرا من أن ديالى ستفقد جزءا كبيرا من بساتين النخيل في غضون سنوات قليلة. إلى إجراءات مكافحة الفساد، إذ أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمري استخدام بحق مسؤولين 2 في الديوانية والأنبار. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن أمر استخدام صدر بحق المدير العام لدائرة الصحة في الديوانية الحالي بناء على دعوى بخصوص مطالبته بنسبة 15% من قيمة صرف معاملة تجهيز ضمن مشتريات الدائرة. كما تم استخدام قائم مقام قضاء راوة الحالي عن تهمة تجهيز مولد بمبلغ يصل إلى قرابة 50 مليون دينار لحساب القائم مقامية بموجب كتاب مزور. الخبر الأخير من ميسان، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد بحق أحد المجرمين بعدما ضبطت في حوزته 4 كيلوغرامات من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها. وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه تم إلقاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في العمارة خلال توجهه إلى بغداد وبحوزته المواد المخدرة. كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلوغرام من المواد المخدرة بعد أن تم القبض عليه أثناء نقله المواد المخدرة من قضاء قلعة سكر. نبدأ وإياكم بملفنا الأول. يواجه المواطنون في كركوك مشكلة جديدة اسمها الاسطوانات الغازية المستوردة والغير صالحة للاستخدام. معاناتهم زادت عند عدم قبول الباعة باستبدالها مع الاسطوانات العراقية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاسطوانات المحلية مقارنة بتلك. والسؤال هو أين الرقابة من هذه وتلك؟ قبيل الشتاء بوادر أزمة قد تحلق في سماء كركوك، سيما بعد حظر استخدام اسطوانات الغاز الخضراء ومنع تبادلها. فرع تعبئة الغاز يمنع ملأها ويقول إنها خطيرة لا توافق المواصفات. ما نقدر نجازف إنه نملي هاي الاسطوانات خوفا على سلامة المواطنين. احنا بعد ما لاحظنا هذا الشيء ووصلنا حكي من الناس المواطنين ومن الوكلاء، حقيقة فاتحنا مقر الشركة مالتنا بتزويدنا باسطوانات فد عدد كافي بحيث يغطي النقص الحاصل بالمدينة ويكون بأسعار مدعومة، وننتظر الإجابات إكمال الإجابات الرسمية بهالخصوص هذا.
أعداد تلك الأسطوانات لا حصر لها، المجرب وحده من لا يقع في فخ شرائها كي لا تكون كمزهرية مركونة بفناء البيت. الأربيل 18000 يأخذ فرغ من عندك ويعطيك عراقية ويرجع يذبها بغير بيت ويرجع هم يأخذ النوع 18 وقاضي على هاي التجارة مسويها له. بعض البيوت ثلاث أناني أربع أناني عنده يطلع أربيلي قبل شنو يقول له ما يمشي يقول إذا مو جديد ما أريد، هسه ثالثة هو وقع بها خسر ثلاث أناني على 18000 وإذا هو يشتغل عمالة يلم قواطي شلون؟ هذا موضوع الغاز ما دي يقول حل، مو ماكو إلى حل وإنما ما يريدوا إلى حل، لأن لو يريد يحله أبسط شيء يا بلا تجيب بعد لا تدخل ما أقبل شنو دي ينفرض عليك. الأسطوانات المسماة بالأربيلية تغزو كركوك، يصعب على عامة الناس التفريق بينها وبين العراقية محلية الصنع ليكون الضرر بالغا على المواطن الخاسر لماله واسطواناته. والسؤال المحير إن كانت الأسطوانات الخضراء مشكوك بمواصفاتها وممنوعة الاستخدام، كيف دخلت إلى بيوت المواطنين ومن المسؤول؟ لبرنامج بعيدا عن بغداد محمد صغير كركوك. مدير هيئة التفتيش ومعاون مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية، أهلا بك أستاذ أحسان. أهلا وسهلا بكم، وحييك ست نور وحي قناة العراقية المقرة والمشاركة. حياك الله، أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نتساءل كيف ومتى دخلت هذه الإسطوانات للبلاد ولماذا تم استيرادها وهي غير صالحة للاستخدام؟ نعم، وزارة النفط تستورد الاسطوانات المتمثله في شركه توزيع المنتجات النفطيه، حقيقه تستورد فقط الاسطوانات المطابقه للمواصفات التسويقيه، اما هذه الاسطوانات فهي اسطوانات يعني داخله بطرق غير مشروعه، وحقيقه من خلال قناتكم من نهيب الاخوان بالاجهزه الامنيه الموجوده متابعة هذا الموضوع وعدم السماح بدخول هذه الأسطوانات. نعم. لأن المتساءل يتساءل كيف تدخل هذه الأسطوانات من اللي هي الأسطوانات الإيرانية والأسطوانات اللي هي من أربيل الإقليم كردستان. نعم. هذا واجب القوات الأمنية تتابع هذا الموضوع. نعم. نعم. طيب بالتالي أستاذ حسان، يعني المواطن اليوم ضحية هذه العملية سواء دخلت بطريقة غير مشروعة أو عن طريق الوزارة، حتى بات لا يميز ما بين المحلية والمستوردة التي أصبحت تجارة للبعض على حساب المواطن من خلال التلاعب بالأسعار. نعم ست نور، حقيقة هذا هو موضوع من اختصاص شركة تعبئة الغاز. نعم. يعتقد يعني صار فد خطأ بالموضوع، كان المفروض يحضر شخص يمثل شركة تعبئة الغاز حتى يجاوب على هذا الموضوع. زين، بالنسبة أفيد المواطن أنه أنصح المواطن أن يستلم الأسطوانات مع الغاز من الوكلاء الجوالين المعتمدين، هذا الوكيل عنده قطعة موجودة في السيارة مثبتة فيها كل البيانات الخاصة، اسمه ورقم الوكالة. نعم. وبالتالي يقدر يستدل المواطن في حال استلام. طيب بالتالي من عنده أسطوانة رح نتحدث أكثر أغلب المواطنين بهذا الموضوع. نعم أستاذ حسان، حتى يعني تتوضح أعتذر الفكرة. من حضرتك على المقاطعة أستاذ حسان من خلال بالتأكيد. نعم أعتذر من حضرتك عن يعني هذه المقاطعة، بالتالي سنخوض بغمار هذا الملف المهم الذي يهم يعني أغلب المحافظات العراقية، لكن لدينا انتقال الآن. بالتالي مشاهدينا نبث حضراتكم مراسم تسليم واستلام مهام رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني من رئيس مجلس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي، فإلى هناك.
استعد. حرس الشرف دكاب ساع. السلام الجمهوري. حرس الشرف سلام. خذ. العميد باسم صادق جعفر آمر حرس الشرف وحدة المراسيم العسكرية. الحرس هذا للتقديس سيدي. Thank you.
إذن مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم مراسم تسليم واستلام مهام رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني من رئيس مجلس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي. الآن نعود بكم إلى ملفاتنا مع برنامجكم بعيدا عن بغداد. عودة إلى الأستاذ إحسان موسى مدير هيئة التفتيش ومعاون مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية. كنا نتحدث عن موضوعة الأسطوانات الغازية المستوردة والتي ضحيتها المواطن العراقي، بالتالي نتحدث عن كركوك. أرحب بك مرة أخرى أستاذ إحسان. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. نتساءل عن دور وزارة النفط المسؤولة الأولى عن هذه العمليات، سواء كانت هي الجهة المستوردة أو تجار استوردوها كما ذكرت حضرتك قبل الفاصل بطريقة غير مشروعة. نعم، أنا وضحت قلت أن وزارة النفط والمتمثلة بشركة توزيع تعبئة الغاز هي الشركة المعنية باستيراد الأسطوانات، تستورد الأسطوانات المطابقة للمواصفات. أما هذه الأسطوانات اللي هي دخلت بطرق غير مشروعة، فواجب الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية متابعتها ومنع دخول هكذا أسطوانات بالتنسيق مع شركة تعبئة الغاز. نعم. نعم. طيب، هل هناك تنسيق ما بين الوزارة والقوات الأمنية فيما يخص هذه يعني الأسطوانات الغازية؟ كيف يتم تعبئتها؟ هنالك يعني ابتزاز للمواطن من خلال طلبهم لأموال مبالغ مالية من المواطنين مقابل أنه يستبدلوها بالأسطوانات المحلية، بالتالي هل هناك دور؟ نعم ست نور، حقيقة هذا الموضوع هو الملف عندنا شركة مختصة هي شركة تعبئة الغاز، وأعتقد كان قبل البرنامج التنسيق مع الأخوة في قناة العراقية، هذا الملف من اختصاص شركة تعبئة الغاز، تم توضيح ذلك. نعم. نعم، سبب غياب الدعم الحكومي لتأمين المحروقات، وهل هناك رقابة على أصحاب المحطات الأهلية؟ نعم، حقيقة الدعم الحكومي موجود في كل المشتقات النفطية، مثل ما تعرفين حضرتك أسعار المشتقات النفطية في كل دول العالم منها دول الجوار أعلى بكثير. حاليا الأسعار الموجودة المتداولة في العراق تمثل خاصة في محافظات المركز تمثل 30% من الأسعار الموجودة عالميا ودول الجوار، فوزارة النفط حريصة كل الحرص على دعم المشتقات النفطية. نعم. طيب، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية أو الوزارة للحد من تداعيات هذه الأزمة؟ لا توجد أزمة في تجهيز المشتقات النفطية نهائيا في كل المحافظات. نعم. انسيابية عالية ولا توجد أزمة. نعم. طيب، أتساءل عن أزمة الأسطوانات الغازية التي باتت تغزو المحافظات العراقية ليس فقط محافظة كركوك، هل لديكم معلومات عنها؟ ماذا عن عمليات التهريب أيضا التي يعني طالت الأسطوانات المحلية تذهب إلى دول الجوار لربما؟ نحن نتحدث عن ملف التهريب فقط، ما يخص الأسطوانات مثل ما وضحت ست نور هذا ملف خاص بشركة تعبئة الغاز وكل شركة لها اختصاصها. فيما يخص إجراءات التهريب، فحقيقة إجراءات التهريب خلال هذه الفترة اللي هي فترة من خلال واحد خلينا نقول 1/4 لغاية 1/10 حققنا بصراحة إنجازات كبيرة فيما يخص هذا الموضوع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وهذه الإنجازات جاءت نتيجة اتخاذ إجراءات عديدة منها تكثيف الأنشطة الرقابية منها تكثيف عدد المعايشات في منافذ البيع والتجهيز، حيث تم تحقيق 2891 عملية معايشة، في حين في خلال الفترة الماضية من السنة الماضية 2021 كانت بحدود 545 فقط. نعم. نتج عن ذلك رصد مخالفات بحدود 60,000 مخالفة مقارنة مع الفترة السابقة بحدود 35 مخالفة، وبالتالي هذا خلف عائد إيراد لوزارة النفط للحكومة بحدود 24 مليار. نعم. دينار مقارنة ب 15 مليار عن الغرامات المترتبة بحق المخالفين. نعم. نعم.
نعم، هنالك تنسيق ما بينكم وبين الأمن الوطني، جهات أخرى من القوات الأمنية؟ حقيقة ست نور، بسبب الفارق السعري الكبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، نعم، وكذلك نتيجة التي ألقت بظلالها على ارتفاع الأسعار في إقليم كردستان، نعم، وما نتج عن ذلك أدى إلى ارتفاع، هذا الارتفاع أدى إلى بداية هجرة الوقود من المحافظات المركز إلى محافظات الإقليم. طبعا هذا الموضوع ساهم فيه، نعم، مافيات النفط استغلوا هذا الفارق الكبير. وحقيقة احنا من 1/4 وضعنا خطة بالتنسيق مع، نعم، اي فترة تكلفنا بمهام هيئة التفتيش، نعم، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى، نعم، وشرعنا في عملية تشكيل لجان مشتركة لإجراء المعايشات وضبط أوكار التهريب، حيث تم ضبط بحدود 60 وكر خلال هذه الفترة، نعم، مقارنة مع الفترة 21 بحدود 16 وكر. نعم، نعم. جهود مشكورة للسيد المهندس أحسان موسى مدير هيئة التفتيش ومعاون مدير عام شركة توزيع المنتوجات النفطية، شكرا جزيلا لك. الدولي والذي يعد من أهم وأكبر المطارات في البلاد والذي يسير آلاف الرحلات ذهابا وإيابا سنويا، تعاني شوارعه اليوم من الإهمال وتكدس النفايات على جوانب الطرق المؤدية إليه، فلماذا لا يتم الاستثمار بهذه الطرق وإعادة تأهيلها؟ ما أن يذكر المطار حتى يذكر معه شارعه، لأن شارع المطار هو أول محطة للمسافرين يصلون إليها بعد المغادرة ويمرون من خلالها إلى وجهتهم. الأمر هنا في النجف الأشرف مختلف، فشارع بوابة الخروج لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، الأتربة والنفايات تحيط المكان من كل جانب في ظل نقص في الخدمات. هسه حريم شارع المطار، يعني بس المطار هذا واحد بالنجف، يعني يجي زائر يطلع يقلي النفايات، يلقى رصيف ماكو، يلقى ايرون سايد لاكو مرور، لاكو واحد مناشد، ايش قد ناشدنا ما حد يجينا، ما حد يوقف لنا، ما حد يسوي، هاي طين ما خيس، هاي ماكو لا واحد يجينا لا واحد يسمعنا اصلا. اريدنا رصيف، اريدنا رصيف مثل العالم. هسه زاير زحمه، حتى من يجي من هناك من الدول شحلات هناك يطلع هنا يلقى رون سايد، يلقى رصيف ماكو. المواطنون تحدثوا عن ضرورة تأهيل الشارع بما يليق بمحافظة تستقبل آلاف الزائرين وتودع آلافا، مطالبين الجهات المختصة بتفعيل دور المراقبة ميدانيا على أرض الواقع، مع ضرورة رفع التجاوزات الحاصلة على الشارع. زحمة، يعني شو نشوف، يعني اللي يجيك من غير دولة ونشوف هذه شارع كله زبالة، شارع ضيق، لا تبليط، لا خدمات، لا مجاري. تجاوزات أصحاب المحال وانتشار الباعة المتجولين فضلا عن المياه الطينية التي تشوه الطريق، ناهيك عن أصحاب السيارات القادمين بصورة مخالفة للقانون، عوامل فوضى أظهرت الشارع بهذا المظهر السيء. هسه انت شوف انت قبال عينك هذا الرون سايد، هاك باو على شلون اجاك بالرون سايد، ماكو فد اهتمام، ماكو مرور اللي يوقفوا هنا، وحوادث هواي جاي يصير هنا، وهاي الوساخه هاي قبال عينك جاي يشوفها انت، فماكو عندنا مواطنين اللي جاي يهتمون بهذا الشيء. المفروض احنا نهتم والشعب يهتم والدوله تهتم، ماكو اي اهتمام بهذا الشيء. انت شوف قبال عينك انت هاي الفوضى مال في الكمال مطار، يعني من الساعه 7 الصبح يبدي لحد 4 العصر 5 العصر، يلا يخفوا شويه الازدحام. لبرنامجي بعيدا عن بغداد، ايمن احمد، النجف الاشرف. إذن عن موضوع ملف النجف الأشرف فيما يخص مطار النجف والشوارع التي يعني عند المداخل لمطار النجف تشكو من النفايات وانتشارها والكثير من المخالفات، طبعا اتصلنا بأكثر من مسؤول، لا بسلطة الطيران قبلوا أنه يكونون ضيوف عندنا، ولا من المحافظة ولا مسؤول من البلدية طبعا اللي هم المسؤولين عن هذا الموضوع، كذلك اتصلنا بعدد من نواب محافظة النجف الأشرف، أي مسؤول منهم ما قبل ينضم لنا حتى نناقش هذا الموضوع.
بالتالي التجأنا إلى مراسلنا حتى يبين لنا الواقع أكثر فيما يخص هذه الشوارع. بالتالي أرحب بي الزميل منتظر الشريفي من النجف الأشرف. أهلا بك منتظر. أهلا بك منتظر. أهلا يعني نور، مساء الخير. مساء على ما يبدو أن هذا الملف ملف شائك، وربما البعض يتنصل من المسؤولية في الحديث حول هذا الموضوع. يعني نعم. للأسف يعني كنا نتأمل أن ينضم إلينا أحد المسؤولين عن هذا الملف الذي بالتالي لا يهم فقط محافظة النجف الأشرف، بل يهم البلاد بصورة عامة، باعتبار النجف الأشرف مقصد للزائرين على مدار العام، واجهة سياحية للبلد. نتساءل لماذا لم يتم الاهتمام إلى هذه اللحظة بالطرق المؤدية إلى هذا المطار الدولي المهم. نور، كما تعلمين يعني المطار مطار دولي، وواجهة أيضا كما تفضلت واجهة للعراق ولمحافظة النجف الأشرف بشكل خاص. كما تعلمين أيضا أن في موسم الزيارات يستقبل هذا المطار أكثر من 100 رحلة يوميا، تصل في بعض الأحيان إلى 110 رحلات في اليوم الواحد من كافة دول العالم. بالتالي الزائر حينما يهبط في مطار النجف الدولي ويخرج عبر المركبات من هذا الشارع، ماذا يشاهد بالتالي؟ يعني المسؤولية قد تكون على جنبتين، ربما هنالك مسؤولية قانونية وإدارية تقع على بلدية النجف والكوفة بشكل خاص. يعني كلما نتحدث معهم يقولون لا توجد هنالك موازنة. فعلا لم تكن هنالك موازنة لعام 2022، لكن بالمقابل هنالك واردات للمؤسسات البلدية، وبالإمكان الاهتمام بمثل هذا المرفق الحيوي في المحافظة وتكريس الجهود الكبيرة. ربما بوابة الدخول قد تكون بشكل لائق، لكن بوابة الخروج غير لائقة المظهر، إضافة لأن الشوارع يعلو فيها حالة الغبار الذي يتطاير من الأتربة الموجودة، إضافة إلى ما تم ذكره في التقرير. نعم. هنالك جنبة يعني أخلاقية حقيقة تقع على مطار النجف، على إدارة مطار النجف. يعني إن لم تستطع المؤسسات البلدية القيام به، فربما يكون هو أيضا على عاتق المطار من الجانب الأخلاقي، من الجانب الجمالي أيضا. المؤسسة هذه تدخل إليها واردات عشرات الملايين من الدولارات سنويا، بالتالي ماذا يمكن أن تكلف مثل هذه الشوارع من أجل إعادة صيانتها ومن أجل ترتيبها ومن أجل توزيع الإنارة بشكل صحيح؟ ربما الإنارة يعني من سايد واحد، من جانب واحد كما تشاهدين من خلفي، وبالتالي هذه أيضا جنبة أخلاقية على إدارة مطار النجف الدولي. إن سمحت لي وأن ممكن الخوض حقيقة في موضوعة المطار بشكل تفصيلي إن كان لديك بعض الوقت، فضلي. نعم. طيب منتظر، يعني بالتالي هذه الأسئلة اللي طرحتها والكثير من الأسئلة التي ترد من قبل المواطنين، يعني أين دور وزارة النقل، سلطة الطيران، المحافظة، الدوائر البلدية، هيئة الاستثمار؟ من الممكن أن يعني يوضع هذه الطرق توضع أمام الشركات الاستثمارية لاستثمارها بمشاريع كثيرة. كل هذه الأمور طرحت لكن لا يوجد مسؤول لكي يجيب عن هذه الأسئلة، فقط يعني رمي الكرة على موضوعة الموازنة. طيب ماذا عن الأعوام الماضية والموازنات السابقة، أين ذهبت؟ وبالتالي كما ذكرت زميلي بأن هنالك الكثير من الواردات المالية تصل إلى المطار، لما لا يتم العمل على هذه الطرق من ناحية تأثيثها أو تنظيفها أو تعبيدها؟ نعم، نقطة جدا مهمة. لو نرجع إلى تاريخ مطار النجف بشكل عام بدون الدخول في التفاصيل العميقة، مطار النجف الدولي تأسس عام ما بين 2008 و2009،
وكان على أساس أن يكون لشركة استثمارية، وكان فعلا تم توقيع العقد مع شركة استثمارية، شركة العقيق في ذلك الوقت، لكن الشركة لم تكن لديها المبالغ المالية الكافية حقيقة لإنشاء المطار ولاستثماره بشكل صحيح. فتم اقتراض نقطة مهمة جدا، تم اقتراض مبلغ 116 مليار دينار من موازنة النجف تحديدا، من موازنة لمدينة النجف الأشرف في تلك الفترة، ولم ترجع هذه المبالغ لغاية هذا اليوم إلى المحافظة. إضافة إلى ذلك، مطار النجف الدولي لم يخرج منه فلسا واحدا لإعمار محافظة النجف الأشرف بتصريح من سواء كان من هيئة، عفوا أستاذ هادي السلامي عضو هيئة النزاهة في مجلس النواب، إضافة إلى هنالك وجهاء ومحامون تحدثوا أيضا حول هذا الموضوع. دينار واحد هناك كان في سنة من السنوات كانت هناك 50 مليون دينار فقط لملعب النجف، ملعب النجف، نادي النجف تحديدا. وهنالك أيضا صندوق الواردات المحلية الذي وضعه مجلس المحافظة في وقت سابق داخل المطار يستقطع 10 دولار من المسافرين. نعم، فيما يخص محافظة النجف الأشرف الكثير من الملفات كان هذا أبرز ملف، ألا وهو مطار النجف الدولي. شكرا جزيلا للزميل منتظر الشريفي مراسل العراقية الإخبارية من النجف الأشرف. ملفنا الثالث من الأنبار، كثيرة هي الأموال التي خصصت لإعادة تأهيل المصانع والمعامل، إلا أن عجلتها لم تدور رغم ارتفاع معدلات البطالة والفقر. فبين الإخفاق بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعالة لأغلب هذه المصانع، وبين إغراق الأسواق بالمنتج الأجنبي، يبقى القطاع الصناعي ينتظر نهضة حقيقية لتغيير الواقع. ملفنا عن معامل الزجاج في الأنبار. الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك في الأنبار اسم على غير مسمى. الشركة المتوقفة عن العمل منذ العام 2003 تشكو مكائنها العملاقة عدم تشغيلها وإنتاجها، ليعود الأمل قبل عام ويوقع عقد مع شركات روسية. والسؤال الأهم، ما قصة توقيع العقود وأين الشركات التي وقعت العقد؟ بدأت الشركات الروسية بإيفاد خبرائها وإعداد الدراسات الفنية والتشيك وتدقيق كل الموجودات الخاصة بالمعامل، وأيضا اتجهت باتجاه آخر التعاقد مع الشركات الثانوية ومنها شركة صينية لغرض تنفيذ العمل. ووصلت حاليا إلى مرحلة أن سلمناهم مواقع المشاريع السبعة للشركات الروسية، ولكن ظهرت لنا مشكلة اللي هي خلال الشهر الثامن من هذا العام، هي مرور أنابيب عدد أربعة تغذي الجهة الثانية من مدينة الرمادي، ولكن للأسف ما وجدت ذاك التعاون من المحافظة لرفع هذه الأنابيب خارج المشروع لكون هي الجهة المستفيدة. الشركة تضم عدة معامل إنتاجية وبطاقات مختلفة، وإذا ما عملت من جديد ستكون رافدا اقتصاديا مهما، إضافة لتشغيل آلاف الأيدي العاملة، وتفتح فرص استثمارية مستقبلية كبيرة. المعامل السبعة هي إنتاج الزجاج المسطح، وهذا لأول مرة بالعراق، 700 طن باليوم، وزجاج الألواح اللي هو 120 طن باليوم، زجاج القناني والجرار 175 طن، وزجاج القناني الطبية 95 طن. طبعا هذا المعامل إذا شغلت راح تشغل لنا الموظفين، تسد حوالي أكثر من 70-80% من موظفين الشركة، راح تدفعها الشركات الروسية من خلال استثمار، الاستثمار مدى 20 سنة. تخلق فرص عمل مو بس فقط للموظفين الموجودين، وإنما تخلق فرص عمل للناس اللي برا، اللي تخدم من نقل المواد الأولية من المنطقة الغربية إلى تصدير ومكاتب البيع. تأخر البدء بالعمل في هذا الصرح الاقتصادي المهم جدا سيؤخر العائدات المالية التي كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة وتغني عن جزء كبير من المستورد. لبرنامج بعيدا عن بغداد، عمر دليمي، الأنبار.
عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ فؤاد حمادي مدير الشركة العامة للزجاج والحراريات والسيراميك. أهلا بك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد إذا كنت تسمعني أرحب بك مرة أخرى. ألو. نعم. أهلا وسهلا بحضرتك إذا كنت تسمعني من الأنبار الأستاذ فؤاد حمادي مدير الشركة العامة للزجاج والحراريات والسيراميك. أهلا بك. نتساءل عن سبب تعطل معامل الزجاج والسيراميك في الأنبار والاعتماد على الاستيراد من دول الجوار، لطالما هناك حديث عن دعم المنتج المحلي، لما لا يعني لم تحظى الصناعة المحلية بالفرصة الكافية للإنتاج بالتالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة العامة للزجاج والسيراميك اللي تأسست منذ 1970 ولغاية 1990 كانت تعمل بتكنولوجيا قديمة وبطاقات محدودة ومستمرة بالعمل والإنتاج وتغطي حاجة البلد، ولكن بعد 1990 وبداية الحرب وبداية الحصار واصلت الشركة إنتاجها بالطاقات المحدودة وبالتكنولوجيا القديمة إلى أن وصلت إلى عام 2003 عندما بدأ الاحتلال وعندما بدأت الحرب الأمريكية على العراق. نعم. تغيرت كل الموازين، منها الموازين الاقتصادية في البلد، أي زادت الكلف الإنتاج منها الرواتب وكلف المواد الأولية والوقود وما النقل وما شابه ذلك، إلا أن بقت الطاقات الإنتاجية محدودة، أي أصبحت التكنولوجيا القديمة غير مجدية اقتصاديا. نعم. وبموجب اللجنة اللي تشكلت من قبل الوزارة والشركة تم الاتجاه بأن نعمل على استبدال كل الخطوط الإنتاجية العاملة حاليا بخطوط ذات حديثة ومتطورة وذات طاقات مضاعفة لغرض تغطية المصاريف والكلف، وفعلا بدأنا بهذا البرنامج بعد انجلاء فترة القاعدة والحرب. منذ عام 2008 استمرت الشركة بعقودها وبجلب خطوط إنتاجية من ألمانيا ومن إيطاليا واستكمال المشاريع اللي تم تأسيسها، منها القنان الطبية ومعمل كاش الجدران وتشغيل معمل كاش الأرضيات والأدوات الصحية. ولكن بدأ هذا البرنامج، تم التعاقد مع الشركات لجلب خط من ألمانيا لإنتاج الألواح الزجاجية وبطاقة 120 طن باليوم بدلا من الطاقة اللي كان يعمل بها سابقا ب 20 طن باليوم. وأيضا تم جلب خط إنتاج لإنتاج القنان والجرار، وفعلا تم نصبه وتشغيله وبدأ بالإنتاج. نعم. أيضا بدأت استكمال مشروع القنان الطبية، وشغلنا معمل كاش الجدران اللي أيضا كان مع شركة لبنانية، ولكن فترة المظاهرات وتدهور الوضع الأمني أوقف برنامج تطوير والنهوض بالشركة عام 2014. نعم. وما صاحب من ذلك من سيطرة عصابات داعش والحرب التي المعارك التي جرت من أجل تحرير المحافظة أدى إلى تضرر كل البنى التحتية والمباني الخاصة بالشركة. نعم. وتضرر الخطوط الإنتاجية. طيب بالتالي هل بسبب التردي الوضع يعني المالي للبلد تم هل من دور أو دعم من الوزارات المعنية، مثلا دائرة التنمية بوزارة الصناعة أو من المحافظة للحفاظ على هذا القطاع المهم وديمومة العمل به؟ وبالتالي كيف يمكن تقليل الاستيراد ومساعدة المنتج المحلي على المنافسة، وما هي الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الأمر؟ نعم، التعليمات والتوجيهات وسياسة البلد هو التوجه نحو الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في عملية تأهيل وتشغيل الخطوط الإنتاجية، وفعلا تم إعلان الفرص الاستثمارية من قبل الشركة منذ عام 2015 بعد انجلاء الظرف وبعد عودة الدوائر إلى المحافظة وتحريرها. تم إعلانها ثلاث مرات، وبالمرة الثالثة تم الحصول على أربع عروض بموجب الدراسة والتحليل، رست لحالة باتجاه الشركات الروسية
باستثمار 7 خطوط إنتاجية أو 7 مشاريع. هذا العملية الإحالة والدراسة والموافقات هي كلها من بدعم من معالي وزير الصناعة والمعادن ومن السيد وكيل الوزارة والدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات في الوزارة والدائرة القانونية وأيضا بجهود كافة دوائر منتسبي الشركة. حاليا وصلنا إلى مرحلة منذ توقيع العقد الاستثماري مع الشركات الروسية في آذار من العام الماضي وبعد أن تم إدراجه ضمن البروتوكول العراقي الروسي في شهر آب من العام الماضي أي اكتسب العقد الاستثماري الطابع الحكومي، بدأت الشركات الروسية بالعمل على توفير التمويل وأيضا استكمال كافة الدراسات الفنية وإعدادها، وأيضا بدأوا بالتعاقد مع شركات ثانوية من أجل تنفيذ العمل. لحد اليوم أنا متواصل معهم، هم أبرموا عقد مع شركة صينية لغرض تنفيذ العمل وتحت إشرافهم، ولكن بقت الشركات الروسية هي بالواجهة أمامي ومسؤولة عن العقد وتنفيذه. بالتالي هذه العقود ملزمة لشركات الاستثمار سواء كانت روسية أو صينية، ملزمة التنفيذ، وبالتالي من يخل بالعقد هنالك شروط. أستاذ فؤاد، نتساءل عن يعني ما توفره من فرص عمل لشباب الباحثين عن فرص عمل والعاطلين، بالتالي باختصار لو سمحت. نعم، موجب هذه العقود، موجب هذه العقود هنالك أعداد مثبتة بموجب العقد لكل مشروع استثماري من هذه المشاريع السبعة، بأن الشركات الروسية ملزمة بتشغيل فرضا على مشروع الألواح الزجاجية 100 موظف يشغلوهم ويدفعون رواتبهم وكل مستحقاتهم، مشروع الزجاج المسطح 250 موظف أيضا يدفعون رواتبهم كل مستحقاتهم، ومشروع القناني الطبية ومشروع قناني والجرار أيضا بحدود 150 وأيضا 125 موظف. نروح باتجاه السيراميك، مشروع كاش الجدران ومشروع كاش الأرضيات ومشروع الأدوات الصحية. مجموع الموظفين الملزمة بها الشركات الروسية بتشغيلهم ودفع رواتبهم بحدود 975 موظف تدفع رواتبهم وكل مستحقاتهم. أنا كشركة العامة للزجاج والحراريات أجني من المنتج النهائي للخط الإنتاجي نسبة 10% تدفعها الشركات الروسية من المنتوج النهائي لصالح الشركة. بموجب هاي 10% سواء من مشروع الألواح أو الزجاج المسطح أو القنان والجرار وكذا، المشروع القنان الطبية والسيراميك، أنا أدفع مستحقات العاملين الآخرين وايضا ابحث عن فرص اخرى. اذا بالتالي واقيمها لغرض تشغيل ستكون لدينا هنالك متابعه لهذا الملف المهم الذي يخص محافظه الانبار والبلاد، بالتالي القضاء على البطاله ودعم المنتج المحلي. الاستاذ فؤاد حمادي مدير الشركه العامه للزجاج والحراريات والسيراميك، شكرا جزيلا لانضمامك الينا مباشره من هناك. والشكر موصول لكم مشاهدينا اينما كنتم لكرم المتابعه، اترككم في امان الله وحفظه.